القرية كلها في حالة حزن شديد بعد وفاة عروسة كانت بتجهز للفرح وبتلبس فستان الفرح وبتتصور بيه عشان فرحانة إن خلاص فرحها قرب، لكن للأسف اتوفت قبلها بساعات ودفنوها امبارح في وسط حالة كبيرة من الحزن والعياط عليها، وكمان زغاريد عشان يزفوها كعروسة للجنة من صدمتهم بدل ما يزفوها في الفرح. العروسة من قرية كوم النور بميدغمر في محافظة الدقهلية وعندها 25 سنة، بنت زي أي بنت كانت بتجهز لفرحها وهي فرحانة ومبسوطة، وكمان كانت بتعمل بروفة للفستان واتصورت بيه وكان ظاهر على وشها الفرحة إن هي بتحقق حلمها وفاضل عليه خطوة، بس القدر كان ليه رأي تاني. ظهر أخوها واتكلم وقال أختي كانت فرحانة جدا ومبسوطة وكانت مجهزة كل حاجة، وعرسها من قرية ميت محسن اللي جنبنا وكانت رايحة جاية على الشقة والفرح كان باقي عليه ساعات، قامت الصبح فرحانة وكانت بتجهز لنا الفطار، وفجأة دخلت عليها الأوضة لقيتها نايمة، حاولت أصحيها مش بتصحى، اتجننت ومش عارف أعمل إيه، أبويا نده عليا بس ما ردتش، اتجننا وما كناش فاهمين فيه ايه اللي حصل، وجبنا الدكتور وقال البقاء لله ربنا يرحمها. يا حبيبتي يا حته مني، اختي في الجنه ونعمها، كانت فرحانه وسعيده في الحنه، ربنا يجعل زفافك في الجنه. واتكلمت عنها صاحبتها هدى وقالت هدير كانت طايره من الفرح، خلصت كل حاجه وكانت مستعده لدخول عش الزوجيه، وكان باقي ساعات على الفرح اللي هي كانت مستنياه، وكانت فرحانه وبتقول اخيرا هيبقى لي بيت وعيله، لكن وفاه هدير قلبت كل حاجه وكانت صدمه لينا كلنا، ربنا يرحمها يا رب. في الحقيقة كل أصحابها وجيرانها وقرايبها اتكلموا عنها بكل خير ووصفوا قد إيه هي كانت طيبة وجدعة، وحد من قرايبها قال إن هدير كانت أطيب واحدة في العيلة وكانت حنينة وبتحب كل الناس ودايما وشها بيضحك وكانت بتحب الناس وبتروح المناسبات، وقال إن هدير كانت طيبة جدا وكل الناس كانت بتحبها. مديرية أمن الدقهلية استلمت اخطار من مركز شرطة ميدغرم بوصول بنت اسمها هدير عندها 25 سنة من كوم النور، وصلت المستشفى وهي جثة هامدة، وتحركوا ضباط المباحث للمستشفى وسألوا كل اللي معاها وقالوا ان هي كانت بتجهز لفرحها وكل الامور كانت ماشية عادي، وكملوا كلامهم وقالوا الاجهاد الشديد والتعب اللي مرت بيه الفترة دي خلى قلبها يتعب ووقعت مغمى عليها ونقلوها للمستشفى، وبعد ما كشفوا عليها اتضح ان سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية ادت لتوقف عضلة القلب.